مشاهدين يوم نهار السبت 30 تموز جولاي 2016 عالم صباح جديد وفقرات جديدة من هلأ ولغاية ساعة واحدة بتوقيت بيروت. مزبوط كنا دايما نقول لزمان أب اللهب، بس ما تعودتوا أنه آخر كم سنة صرنا ما بقى نقول، صار واحد بيقول أنه أب عنده صيد، بس الفعل لتموز يعني الرطوبة والحرارة المرتفعة عم بيكونوا بتموز، على أمل أنه أب يستغني عن لقبه ويسلمه لتموز ويبلش بلقب جديد يكون شوي هيك رؤوف ويلطف فينا كمان بخلال الشهر اللي جاي. على كل الأحوال الشيء الحلو بخلال هالفترة أنه الحمد لله عم بيكون في هيك نشاط كتير كبير بكل المناطق اللبنانية، مهرجانات عم بتلم كل الناس من كل أنحاء العالم لحتى يجوا يستمتعوا بالمناطق اللبنانية، تعرفوا عليها أكثر، بيشوفوا فنانين من لبنان من الدول العربية ومن كل أنحاء العالم اللي عم بيكونوا معنا بخلال هالفترة. كل يوم في مهرجان، إذا مش واحد اثنين بكل منطقة من لبنان، وأكيد هذا الشيء عم يفرحنا لأنه عم نحس قديش في حركة ناشطة. تعرف دايما لبنان صار يسموه بلد التناقضات، يعني بكل الأمور اللي عم يمرق فيها بيكون في أشياء تانية عم بتصير بشكل كتير يمكن أوقات منقول مبالغ فيه، بس ما بيمنع أنه واحد يستمتع فيهم ويروح يبرم مع عيلته وأيضا يتعرف على هالفنانين اللي حابين يزوروا لبنان بخلال هالفترة. اليوم سؤال قالي على الفيسبوك متعلق بفقرة ما بدها هالقد مع ميلاد واللي بلش فيه الأسبوع الماضي. شو منقول دايما؟ ما في أحلى من الإيجابية، لما بتفوت على مكان معين بتحس أنه في شخص إيجابي خاي بترتاح، بتحس فيه هيك زبزبات إيجابية. قديش صعب كتير بس واحد يفوت على مكان ويحس فيه أنه بخ هذا الزبزبات السلبية اللي كتير منشوفها بأوقات، إنما منحاول دايما نجرب نبعد عن السلبية وفوت بالإيجابية بابتسامة، وأكيد واحد بيجرب شوي يتغاضى عن الأمور الصعبة ويكفي بنهاره بشكل حلو. اليوم السؤال، مين أكثر شخص إيجابي بعائلتكم أو بين أصحابكم وليش؟ هذا الشيء اليوم رح نطرحه بخلال حلقات ميلاد اثنين بخلال عالم الصباح وأيضا على الفيسبوك. أكيد مواضيعنا متعددة، ضيوفنا اليوم بيكونوا كتار، عامر وميلاد أيضا بيكونوا معنا، وطبيعي ما فينا نقطع نهارنا من دون ما ناكل أكل طيب. مع بلقيس صباح الخير. صباح الخير، يا أهلا وسهلا. أهلا فيك. وبالأزرق اليوم ضوايه وبالألوان الحلوة. إيه خي خي عالجد، هي ألوان صيفية اليوم. شو عنا اليوم؟ شوي متعودين علي المشاهدين باللبناني، اليوم لا، اليوم رايحين على النودلز مع الخضرة، على الشنوا سلطة الأفريقية، وشوي هيك فطاير بقلة، برجع شوي للبنان. ما فينا وما بيضر، بالعكس في أحلى منهم، في أطيب منهم. لا ما في. رح نبدأ مباشرة مع كارمن والأبراج. صبحكم الخير، اليوم السبت 30 تموز يوليو، اليوم القمر مرافقنا لليوم التالي على التوالي من برج الجوزاء، والاجواء جيده جدا بعدها للابراج الهوائيه الجوزاء الميزان وايضا الدلو. كيف رح بيكون نهارنا؟ منبلش مع برج الحمل. مولود برج الحمل، انت اليوم شخص نشيط جدا، شخص بتنجح في مجال التواصل مع الاخرين، لا سيما ان كان تنقول في امتحانات، ان كان في مفاوضات، ان كان في مباراه كومبيتيشن، منافسة على أي شيء. اليوم نهار نشيط جدا، نهار طويل وإيجابي. الأكثر حظا اليوم 12 13 و14 نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور، بعد الأجواء شبيهة بمبارح، يعني بده يضلوا منتبه مولود برج الثور لبعض الأشخاص يلي يمكن يتمادوا بطلباتهم، يمكن يكونوا جريئين زيادة عن اللزوم أو وقحين ويطلبوا منك بعض المساعدة اللي أنت مش قدها أو مش قادر تعطيها. انتبه أيضا من بعض يمكن النقص اللي أنت بحاجة له ومضطر أنك تطلبه من الآخرين. تبقى المواليد الأكثر حظا 6 7 13 14 أيار مايو. بنكمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء، القمر ببرجك، مولود برج الجوزاء عم بتفكر يمكن بتغيير بعض الأساليب، أساليب التواصل مع الآخرين، سواء كان سيارة، سواء كان موبايل، سواء كان أي شيء إلكترونيك جادجت عندك بالبيت. يمكن مولود برج الجوزاء عم بفكر ب
تغيير حتى نوع دراسته، المسار، يغير جامعة، يغير مدرسة، في تغييرات حلوة عند مواليد برج الجوزاء يلي بتفيده، بتعلمه أكثر، عم بفكر بأشياء تغني ثقافته أيضا. بجميع الأحوال في ضوء أخضر لإلك. بتبقى المواليد الأنشط اليوم هي مواليد حزيران يونيو. بنكمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان توقع أنه يكون في بعض التأخير أو في بعض الفوضى في الأجواء. اليوم نهار بطيء، خده مثل ما هو، ما تحمله أكثر مما بيقدر يعطيك، لأنه هذا النهار ما رح يعطيك كثير، بالعكس رح ياخذ منك أعصاب وتعب وقلق، وبالتالي كون هادي، رايق، بعد عن المشاكل، حاول فقط تتجنب المشاكل باستدراك الأمور، يعني عندك موعد ما تروح مثل أنت حاسب، أعطيه وقت زيادة لحتى تتجنب أي مسائل طارئة، عجقة سير، تأخير إلى آخره. بتبقى المواليد الأكثر تعبا نسبيا هي مواليد تموز يوليو. منكمل مع برج الأسد. نهار مفيد لمولود برج الأسد يعود عليك بالربح والمكاسب والفرحة والانفراجات، بالك مطمن. مولود برج الأسد اليوم نهار كتير حلو لحتى تنزل بمنافسة، فقوي قلبك وشارك بالمنافسات، يمكن لأنه عندك كاريزما كتير منيحة اليوم، قوية جذابة، أو يمكن لأنه في دعم وتأييد لإلك. الأكثر حظا 17 18 19 آب أغسطس. منكمل مع برج العذراء. مولود برج العذراء من الايام المتعبه، اليوم نهار متقلب، مزاجي جدا، تتعرض لامتحانات، تحس حالك انه لازم تكون جاهز 24 على 24 لحتى يمشي هيدا النهار بسلام. بكره بترتاح اكثر، لكن اليوم الغلطه بتكون كثير كبيره، فانتبه، فتح عينيك ودينيك. 13 ل 16 ايلول سبتمبر هو الاوفر حظا. منكمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان نهار مميز لجميع انواع التحركات والانشغالات والمهمات، اليوم نهار بيفتح قدامك ابواب التقدم، النجاح، التميز ايضا، اليوم نهار حلو للسفر، للتفرغ لهوايه معينه، لتتعلم شيء جديد، من الايام الاكثر حظا، بشكل خاص لمواليد 14 ل 17 اكتوبر. بننتقل لبرج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب هيدا نهار مزعج، لكن بكرة بصير أفضل بكتير. اليوم نهار مزعج لأنه بده إياك تضلك واعي، عقلك واعي وحاضر ناظر لأي شيء. هيدا نهار مطلوب منك فيه أيضا أنك تتابع كل التفاصيل، كل التفاصيل، ومع أصحاب الاختصاص. إذا حاسس حالك مش قادر، خلي شخص بيعرف هو يلي ينوب عنك، مش مين ما كان. 19 20 نوفمبر كونوا حذرين، انتبهوا من المشاكل. منكمل مع برج القوس. مولود برج القوس الأجواء حلوة، لكن حاسس حالك أنه أنت اليوم بدك تنتقم، أو بدك تسترد حقك، أو بدك ترد الصاع صاعين، بدك تنتبه من هالتحدي، بدك تنتبه من الانفعالات القوية. اليوم نهار بيعطيك حقك إذا أنت كنت دبلوماسي، هذا نهار كتير حلو. بعض مواليد برج القوس بيقدروا يسردوا حقهم ويوقعوا على العقد أو يرتبطوا بشكل إيجابي، هذا فقط إذا كنتوا هادين، إذا كنتوا متقلبي طباع، مزعوجين، متسرعين، تعملوا لحالكم مشكل. الأوفر حظا 13 14 15 ديسمبر. منكمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي نهار صعب، نهار صعب لأنه الشغل فوق راسك، الوقت عم يمرق بسرعة، وبتعرف أنه كل ما تأخرت كل ما كان الوقت ضدك، عم نحكي عن بكرة وبعد بكرة تحديدا، وبالتالي ركز، طلب مساعدة، ما تقعد أنت تكسر راسك وما عم تقدر توصل لنتيجة، طلب مساعدة، نظم وقتك، الأولويات، شغلي. الأكثر حظا 12 13 14 كانون 2 يناير. ننتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو اليوم هو نهار يلي لازم تترك كل شغلك ما له طعمه وتركز على الشغل المهم او الشغل المعقد واللي بده حظ، لانه اليوم في حظ، بكره وبعد بكره ما بتعود تشوف الحظ، وبعد بكره كمان بصير أسوأ، وبالتالي اليوم في حظ، نوعيه الوقت حلوه كثير، ركز بهيدا النهار على كل شيء صعب عندك، كل شيء مهم عندك يمكن بعد شهر جرب تشتغل عليه اليوم، المهم اليوم في حظوظ ما تضيعها. 13 14 شباط فبراير الأوفر حظا. منكمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت بكره في فرحة، بكره في احتفال، يمكن الليلة ما حدا بيعرف، لكن خلال ساعات النهار في تعب، في تعب، في تعب، في نق، بدك تنتبه، في نق،
غيرك عم بنق ويمكن انت تنق كمان. الجو متعب بجميع الاحوال، يمكن في تعب جسدي وصحي، يمكن يكون بخصك، بيعنيك انت شخصيا، او يتعلق هالتعب او الوعكه الصحيه تتعلق باحد افراد العائله. 1/2 اذار مارس الاقل حظا. بختم مع مولود اليوم. بالنسبه لمولود اليوم، هيدي سنه كثير حلوه، هيدي السنه بتخليك تكون تحت الاضواء، تكون مبين، تكون متميز، بخليك ايضا هيدي السنه بتدفعك وبتشجعك انك تنخرط بالمجتمع. اب اغسطس، ديسمبر، نيسان، ابريل هن افضل الاشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي. شكرا كارمن، رح نتابع بعض اللحظات مع ضيوفنا، خليكن معنا.